أن أتى السحار والكهنة فصدقهم فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم، إن صدقهم فقد قال صلى الله عليه وآله وسلم كما في المسند: من أتى كاهنا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد، وفي رواية أخرى في المسند والسنن: فقد برئ مما أنزل على محمد. ما الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ القرآن. ومن كفر بآية من القرآن كفر بالقرآن كله، لأن من صدقهم زعم أنهم يعلمون الغيب، والله جل وعلا ماذا قال؟ قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله.